السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كما عودتكم على الجديد اليوم جيت باش نشارك معكم هاد الجل نيتوايون من سيغافي للبشرة الجافة والجافة جدا والحساسة أيضا عفوا واللي عندها مشاكل كالإكزيما والصدفية. أيضا هاد الجل نيتوايون يعالج هاد البروبلم. الوغ هو الفوائد نتاعو انه يلطف البشره، ينعمها، يخلي عندها ملمس رطب، ينقيها من الشوائب، وايضا يعني بالليسيراميد اللي موجوده في هذا لو جان نيتوايون يساعدوا على حمايه البشره من الجفاف، ويخلوا يعني بدون يعني ما يحيدوا هذاك، يخترقوا هذاك الحاجز الحمايه اللي موجود في البشرة. أيضا ضد التهابات البشرة والإحمرار اللي يكون على البشرة. هاد لو جيل نيتوايون رائع جدا البنات، ما تترددوش باش أنكم تشرو صاحبات البشرة الجافة والحساسة والجافة أيضا جدا. ألوغ هاد البنات أنا تجر به باسكو أنا عندي بشرة هي يعني جافة وأيضا في نفس الوقت مختلطة، تقدروا تقولوا مختلطة في فصل الشتاء، عفوا فصل الصيف، وجفة جدا في فصل الشتاء. الو البنات انا والمني وخرج عليا هايل بزاف بزاف البنات، ما يسبب حساسيه، ما يسبب حبوب، ما يسبب اي شيء من هذه المشاكل اللي يعني يرجعوا بالسلب على البشره. بالعكس هو يهدي البشره ويخلي عندها ملمس، ينقيها يعني تحسي انه نقى لك لابو تاعك من البروفوند يعني من الاعماق بدون ما انه يخليها جافه. وطبعا البنات لازم الترطيب بعد اي استعمال، يعني بعد اي يعني بعد غسل باي جل نيتوايون، يعني سواء كانت البشره جافه او دهنيه لابد من الترطيب. لهذا البنات يعني حتى ولو غسلتوا به لازم ترطبوا من بعده. والبنات هذا هو هذا هما الفوائد، يعني نتمنى ما نكونش نسيت حاجه اللي جرباته واللي عندها فكره على هذا لو جان نيتوايون تشاركنا في التعليقات باش تشجع المشتركات الاخريات باش يشرو هذا المنتج. نتمنى يكون الفيديو عجبكم ونال رضاكم، ما تنساوش اعجابكم واشتراككم في القناه وتفعيل الجرس. نلتقي ان شاء الله في فيديو جديد.